معكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وصحة جيدة. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هاد الرغيفات معمرين بالخضرة، درتهم وبغيت نشاركهم معكم. المهم كما كتشوفوا هنايا راه عندي واحد القرعة هكا حكيتها، عندي هنا واحد خزوية كبيرة محكوكة، عندي هنا واحد البصلة صغيرة قطعتها، وعندي هنا واحد الفلفلة تاهي قطعتها. هنا الا عندكم الفلفلة الوان تقدروا ديروها. عندي هنا كفتة، عندي شوية ربيع، وبالنسبة للعطرية نستعملوها كاملة. عندي هنا سكنجبير، بيبزار، خرقوم، شوية الكمون، تحميرة، وهنايا واحد شوية ديال العطرية ديال اللحم، شاورما ديال اللحم الا كاينه ما كاينش ماشي مشكل، والملحة. هادو هما المقادير ديال الحشوة ديال هاد الرغيفات اللي غادي ندير. المهم انا غادي نصايب هاد الحشوة ونخليوها تبرد عاد ندوزو باش نعجنو العجين ان شاء الله. هنا انا درت الزيت، هي سخنات، غادي نزيد ديك البصلة، غنديرها تتقلى، صافي غنحركها ونخليها هكدا تتقلى شوية، تهبط شوية، عاد غادي نزيدو عليها الخضرة. صافي نبقاو نحركوها تتهبط. صافي كما كتشوفوا هي تحمرات، تحمرات شويه، هبطات. دابا غادي نزيدو عليها الخضره. انا غادي نزيد هنايا الخضره كامله، نزيدو داك الخيزو والقرعه والفلفله. غادي نخلطو كلشي ونخليو حتى الخضره هكدا تتهبط شويه. طبعا نخلطو مزيان ونخليو الخضره كما قلت لكم تهبط شويه. عاد غادي نزيدو عليها اللحم والعطريه. صافي سمحوا لي، الخضره ديالنا هي كما كتشوفوا هبطات. انا غادي نزيد عليها دابا هنايا اللحم، كفته، تقدروا ديروا الدجاج، اللي كيبغي الدجاج يقدر يدير الدجاج، يقطع هكدا طريفات صغارين ويزيدو مع الحشوه الا ما بغاش يستعمل هكذا الكفته ديال اللحم. صافي نزيدو داك الربيع، هنا نبداو نزيدو في العطريه. نديرو شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، نزيدو شويه ديال الخرقوم، ونزيدو شويه ديال الكمون، غير شويه انا ما درتش بزاف. صافي هنا بقينا نزيدو شويه ديال سكينجبير وشويه ديال ديك العطريه ديال الشاورما ديال اللحم، الا كانت ما كانتش يعني ماشي ضروريه نزيد شويه.
صافي. والملحة، ضيفوا الملحة صافي، هنايا نحركو كلشي ونخليو تا يعني طبن الكفتة ديالنا. صافي نخلطو مزيان ونخليوها طيب. هاي الحشوة ديالنا طابت، نخليها تبرد. دابا غادي نعجنو ان شاء الله العجين ديالنا. انا هنا استعملت السميدة والفورص والدقيق الكامل. صافي هذا باش غادي نعجن. صافي غادي نستعملو غير واحد شوية ديال الخميرة ديال الحلوة، واحد النص ديال الخميرة والملحة والماء باش غادي نجمعو العجين ديالنا. صافي هنا غادي نضيف داك النص خمارة. صافي نبقى نضيف الماء ونجمع في العجينة ديالي. هيا انا دلكت العجينه وخليتها ارتاحت شويه. صافي من بعد هكا درتها كريسات. صافي هنايا غادي نبداو ان شاء الله نعمرو هاد الخبيزات. وسمحوا لي كنت قلت لكم رغيفات، خبيزات هما اللي غادي نعمرو. صافي غادي نبداو نبسطو هكا دوك الكويرات. غنعمروهم بالحشوه، نديروها في الوسط بحال هكا، نعمرهم باش يجيو عامرين مزيان. صافي غادي نبدا نجمعهم بحال هكا، نجمع دوك الجوانب، سمحوا لي نجمع دوك الجوانب بحال هكا. صافي نضغط عليهم مزيان بحال هكا. صافي راه كيتشدو يعني ما كيتحلو ما والو بحال هكا. صافي هادي هي الخبيزة ديالنا، غنزيد نصايب وحدة أخرى. صافي غنبسطوها بحال هكا، بسطوها مزيان. ونعمر الحشوة نديروها في الوسط. نزيد شوية صافي، غنجمع عاوتاني الجوانب ديالها بحال هكا بحال هكا. صافي نضغطو مزيان بحال هكا. صافي هي تجمعات، راه ما كتحل ما والو يعني كتبقى هكا. ها صافي انا غادي نكمل، غنكمل كاع الكريسات اللي عندي. نزيد معكم هذه. صافي بحال هكا وكنستمروا حتى كنكملوا كاع الخبيزات اللي عندنا. كنجمع مزيان بحال هكا هكا. صافي راه كتشدنا العجينة مزيان.
صافي، انا تنكمل ان شاء الله ونرجعوا باش نطيبوهم. هاهما انا كملت الخبيزات ديالنا كاملين. صافي دابا غادي نبداو ان شاء الله نطيبو فيهم. غادي نقرصوهم بحال هكا، نضغطو عليهم بحال هكا مزيان، راه ما كيتحلو ما والو. صافي هكا، صافي. المقلاة انا درتها تسخن، غنرشها بشوية ديال الزيت وغندير الخبزة ديالنا طيب. هيا كما كتشوفوا، صافي كنخليها حتى كطيب وكنقلبها للجهة الاخرى، على الوجه الاخر، كنخليوها حتى كتحمر وكنزولوها، كنرشوها شوية بالزيت بحال هكا صافي. وملي كتحمر كنحيدوها ونستمروا تنكملوا كاع الخبيزات اللي عندنا. هاهما الخبيزات كما شفتوا، هاهما تحمروا، هاهما كي كيجيو زوينين وخفاف وعامرين. وكنتمنى ان شاء الله تجربوهم. انا فتحت وحده، هاهما كما كتشوفوا عامره، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوهم. وكنشكركم على الدعم ديالي بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير، وشكرا بزاف. Thank you.